كثرت التهم والمطاعن في العلماء وأئمة الأمة في هذا العهد، فهل الدفاع عن العلماء متاح لكل أحد من عامة المسلمين أم هو خاص بالعلماء؟ نعم، هذا قديم، ما هو بأخي تو حادث، هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فشاب حاضر في المجلس أنكر وقال: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فيجب على من حضر هذه المجالس الآثمة أن ينكر، سواء كان عالماً أو عامياً، لأن هذا كل يعرف أنه حرام، ينكر عليهم، فإن لم يمتثلوا قام ولم يستمر معهم في الجلوس، ولا يحضر هذه المجالس الآثمة. نعم.